استكمالاً لمساعي وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، هوكشتاين يلتقي اليوم نتنياهو وسط توقعات أمريكية بنهاية الحرب قريباً. بعد 48 ساعة من العمليات العسكرية، الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين مخلفاً قتلى وجرحى ودماراً واسعاً. بالرغم من الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، مجلس الشيوخ يسقط مشروع قانون وقف بيع الأسلحة لإسرائيل. بعد ضغط واشنطن وتهديدات تل أبيب، بغداد تشدد القبضة الأمنية في وجه الفصائل. صباح الخير مشاهدينا، هذه رونك عادل تحييكم وترحب بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث. يخيم الهدوء الحذر على الضاحية الجنوبية لبيروت بعدما شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم ثلاث غارات استهدفت منطقة حارة تحريك وسط تحليق كثيف للطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية. وكان أفاد مراسل الحدث بتعرض حارة تحريك لغارات بعد أن أرسل الجيش الإسرائيلي تحذيرات لسكان بعض المباني فيها مطالبا إياهم بالإخلاء والابتعاد، قائلا إنها قريبة من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله. وفي جنوب لبنان، أفاد مراسل الحدث بتعرض مناطق الجنوب لسلسلة غارات إسرائيلية بعد منتصف الليل وتنفيذ حزام ناري واسع بأكثر من 12 غارة على بلدة الشهابية. كما استهدفت إسرائيل منزل المتحدث باسم حماس جهاد طه في مخيم البص في صور، لكن مصادر من حماس أكدت أنه كان خارج المنزل لحظة الاستهداف، في حين أكدت وسائل إعلام رسمية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 65 آخرين في غارات على بلدة معركة قرب صور. هاي ضربوا هلأ عنا ضرب الحارة عنا مخيم البص حد مسجد أبو بكر الصديق. من صيدا جنوب لبنان ينضم لنا الصحفي محمد البابا. محمد صباح الخير، نتابع معك آخر التطورات الميدانية في الجنوب، ماذا رصدت لنا خلال الساعات الماضية وحتى الآن؟ طيب محمد، أنت معنا على الهواء إن كنت تسمعني. على ما يبدو لدينا مشكلة في الاتصال مع محمد، ربما سنعود إليه لاحقا لمعرفة طبعا المزيد من التفاصيل حول الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان. أيضا في أخبارنا مشاهدينا، أفاد مراسل الحدث بإصابة مبنى إثر استهدافه بمسيرة في نهارية شمالي إسرائيل. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن أجزاء من صاروخ الاعتراض أصابت المبنى وأحدثت أضرارا مادية. We'll be right back.
والآن أصبح جاهزا معنا من صيدا جنوب لبنان الصحفي محمد البابا. صباح الخير يا محمد، نجمل معك الأوضاع الميدانية بتذكير لأبرز ما تم خلال الساعات الماضية، وإن كان هناك أي جديد تحمله لنا هذه الساعة. نعم روناك، ولكن يعني حالة من الخوف والهلع كانت تسود عدد من المناطق، خاصة منطقة صيدا، الطريق الجديد في بيروت، بلدة مخدوشي وبلدة عنقون، بلدة برجة والخندق الغميق، بعد ورود اتصالات هاتفية تطالب السكان بالإخلاء الفوري. يعني مثلا في مدينة صيدا، هذه تعتبر من المرات القليلة التي يرد اتصالات بإخلاء أماكن معينة. أيضا في منطقة سيروب المجاورة لمدينة صيدا وردت اتصالات بحدود 3 فجرا، ما يعني عمد بعض الأمنيين بإطلاق الرصاص لدعوة المدني يعني السكان بالمغادرة وإخلاء الأماكن التي يعني يتم ورود اتصالات إليها بالإخلاء الفوري. أيضا في الطريق الجديد كان هناك حالة هلع كبيرة، وعدد كبير من المواطنين غادروا تلك المنطقة باتجاه يعني منطقة عين المريسي أو باتجاه وسط بيروت، خوفا من الاستهداف بعد ورود اتصالات. الغارات والعمليات كانت مستمرة، كان هناك غارة على مخيم الباص في سور، من يعني استهدفت منزل أحد القياديين في حركة حماس، ولكن بحسب المعلومات يعني المتوفرة أنه نجا ولم يكن متواجد داخل منزله. كان هناك سلسلة غارات طالت يعني وادي الحجير، بلدة الشهابية وحدها كان لها نصيب كبير من الغارات، 12 غارة استهدفت تلك البلدة، بريئة، عبة، البازورية، سور، كفر تبنين أيضا لا تزال تتعرض لضربات، بلدة عنقون، بلدة أيضا الخرايب، بلدة زيتا، هذه البلدات كلها كانت تتعرض لغارات في ساعات الليل. يعني بحدود 5 صباحا بدأ هناك هدوء في مناطق الجنوب. من ناحية أخرى، الاشتباكات العنيفة لا تزال مستمرة منذ 1 فجرا في المنطقة الشمالية لبلدة الخيام. توغلت قوات من لواء غولاني والجيش الإسرائيلي قوات راجلة، وتمركزت في بعض المنازل في الجهة الشمالية لبلدة الخيام، وتشتبك باشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية مع مقاتلي حزب الله. حزب الله الذي أطلق مسيرات وعدة رشقات صاروخية بالأمس باتجاه الأراضي الفلسطينية. ذكرت محمد أن الغارات الأخيرة أحدثت حالة من الهلع الكبير في صفوف من بقي من المدنيين في المناطق التي يقصفها الجيش الإسرائيلي. هل خلقت حركة نزوح جديدة لمن بقي من السكان وإن كان عددهم قليل محمد؟ يعني لا يوجد الآن عملية نزوح أو ما يسمى بحركة نزوح. هناك عدد من السكان قرروا أن يبقوا لعدة أسباب يمكن أن أذكرها، منها ليس لديهم القدرة على يعني التنقل ويعني القيام بدفع مصاريف هي باهظة. يعني الآن في لبنان أسعار الشقق مرتفعة جدا، أسعار خيالية. مثلا في مدينة صيدا وهناك نقمة كبيرة، أرخص شقة للأجار لا تقل عن $1,000، وهو رقم كبير. هناك يعني ارتفاع كبير جدا في أسعار الشقق، لذلك عدد كبير من السكان غادر وعاد إلى منازله لأنه ليس لديه القدرة على التكيف، خاصة أن المدارس أصبح لها قدرة استيعابية لا تستطيع استقطاب المزيد من المنازل من السكان أو النازحين. ولكن مثلا يكون هناك عندما يكون هناك أمر بالإخلاء يغادر بعض السكان مؤقتا ثم يعودون بعد الغارات أو بعد انتهاء فترة السكان أو مرور بعض الوقت عن يعني مرور حوالي ساعتين أو 3 ساعات على الإنذار ثم يعودون أدراجهم إلى أماكنهم. شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من صيدا جنوب لبنان الصحفي محمد البابا. سياسيا، اعتبرت واشنطن أن إسرائيل حققت بعض الأهداف المهمة في حربها ضد حزب الله، متوقعة أن تكون نهاية الحرب
قريبة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال إن إسرائيل حققت عددا من الأهداف المهمة في حربها ضد حزب الله، وأن إسرائيل عملت على تطهير البنية التحتية لحزب الله بالقرب من الحدود، ولهذا السبب تعتقد أمريكا بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي الآن. هذا وكان المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين وصل إسرائيل عقب مباحثات أجراها في بيروت لمدة يومين حول مقترح وقف إطلاق النار الأمريكي. ومن المقرر أن يلتقي هوكشتاين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم لبحث النقاط الواردة في الاتفاق وملاحظات الجانب اللبناني وحزب الله، وذلك بعد محادثات بناءة مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مساء الأربعاء وفقا للإعلام الإسرائيلي. سنعمل مع الإدارة المقبلة وقد بدأنا فعلا في النقاشات معهم، وسيكونون على علم تام بما نقوم به. ومثل ما قال الرئيس بايدن بشأن نقل السلطات بسلاسة، فلا أعتقد أن تكون هناك مشكلة. مصادر سياسية إسرائيلية أشارت إلى أنه من الممكن التوصل لوقف إطلاق النار خلال أسبوع، ولكن شريطة حل النقطتين الخلافيتين، وهما تمكين إسرائيل من الرد عسكريا على أي خروقات داخل لبنان، وكذلك تشكيل لجنة الرقابة الدولية. لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسئل سموتريتش أكد على أن أي اتفاق يجعل حزب الله ينمو مجددا سيكون حبرا على ورق، وشدد على ضرورة أن تبقى إسرائيل محتفظة بحرية العمل في لبنان برا وبحرا وجوا، وهو ما شدد عليه أيضا وزير الخارجية جدعون ساعر خلال لقاء مع الممثلين والسفراء. المبعوث الأمريكي موجود في المنطقة، ويمكنك أن تستنتج أن الأمريكيين يعتقدون أن مثل هذا الترتيب ممكن، ولكن الشيء الأكثر أهمية الذي يجب التأكيد عليه هو أننا نرغب في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يصمد أمام التحديات. في أي اتفاق نتوصل إليه سنحتاج للحفاظ على حرية التصرف إذا كانت هناك انتهاكات. سيتعين علينا أن نضمن أن حزب الله لن يعود بالقرب من حدودنا أكثر من نهر الليطاني، وهذا أمر بالغ الأهمية. ثانيا، سيتعين علينا أن نضمن أنهم لن يتمكنوا من بناء قوتهم مرة أخرى في لبنان، ثم لن يتمكنوا من إعادة الذخيرة والصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فأكد أن هناك تناغما بين ملاحظات الحزب والدولة اللبنانية حول المقترح الأمريكي، مشيرا إلى عدم قبول أي اتفاق لا يحفظ سيادة لبنان. يقولون الآن بأنه يوجد ورقة من أجل المفاوضات. نحن استلمنا هذه الورقة وقرأناها جيدا وأبدينا ملاحظات عليها. لدينا ملاحظات ولدى الرئيس بري ملاحظات، أي أن ملاحظاتنا كلها بين المقاومة والدولة إن شاء الله متناغمة ومتوافقة، والملاحظات التي أبديناها تدل بأننا موافقون على هذا المسار للتفاوض غير المباشر من خلال دولة الرئيس بري إذا كان الطرف الآخر يريد هذا. أعلمونا أنه يريد هذا. طيب سنرى ما هي النتيجة. كنا قد وافقنا على فكرة بايدن ماكرون في 23 أيلول على قاعدة أن الحل ممكن أن يكون موجودا بوقف العدوان،
لكن اغتالوا أميننا العام في 27 أيلول واستمرت هذه المعركة. من بيروت ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي وجدي العريضي. سيد وجدي صباح الخير، أهلا بك معنا. هل حققت زيارة هوكشتاين للبنان ما قامت على أساسه وسهلت طريق الوصول إلى صفقة تنهي الحرب الإسرائيلية في لبنان؟ صباح النور لك والمشاهدين الكرام. حتى الساعة لا يمكن البناء بأن الزيارة كانت ناجحة أو فاشلة، يمكن وصفها بالحذرة، لا سيما أن بعض العبارات التي استعملها الموفد الأمريكي ورئيس مجلس النواب نبيه بري تشي بذلك. أنا أعتقد أن علينا أن ننتظر الجانب الإسرائيلي وتحديدا اللقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعندها يبنى على الشيء مقتضى، وبالتالي لازال السباق محموم بين الجهود الدبلوماسية والحل. نعم. والميدان هو الأساس. من هذا المنطلق، عودة الغارات إلى الضاحية الجنوبية تؤكد بأن إسرائيل لازالت توجه الرسائل السياسية، فيما حتى الساعة تمت ملاحق سرية ربما لهذا الاتفاق، وهناك عدد أو شريحة كبيرة من اللبنانيين لم تطلع عليه، بمعنى أن هذا الاتفاق هو عينه 1701 ولكن مع آليات تطبيقية. معلومات التي استقيتها من أحد الذين التقوا الموفد الأمريكي هاموك هوستاين وقبل مغادرته إلى تل أبيب، قال لي أن الموفد الأمريكي كان مرتاحا لكنه حذر، وقال سأعود إلى بيروت إذا كان هناك من أجواء إيجابية في لقائي مع نتنياهو. طيب. هذا ما قاله حرفيا سيد وجدي. لذلك لا يمكننا البناء على شيء قبل العودة إلى بيروت أو لقائه بنتنياهو. طيب. تصريحات لبنان كانت واضحة، لن نقبل بالمساس بسيادتنا، لكن ماذا إن رفضت إسرائيل نقطتي الخلاف اللتين هما حتى الآن يسميان نقطتي خلاف، واستمرت بانتهاك سيادة لبنان باستمرارها بالحرب عليه؟ أولا، أي سيارة يتحدث بعض الأطراف في لبنان أو معظم الأطراف عن سيادة لبنان؟ سيادة لبنان منتهكة منذ منتصف السبعينات، وانتهكت في الآونة الأخيرة بشكل واضح وفاضح. أنا أخشى ما أخشاه إذا استمرت إسرائيل بهذين البندين، وتحديدا المراقبة والمتابعة والمواكبة، وخصوصا أن هناك كلام لوزير الدفاع الإسرائيلي كاتس أكد على هذه الناحية كي يحافظوا على أمن إسرائيل كما يؤكدون دائما باستمرار، فذلك سيؤدي إلى ارتفاع منسوب العمليات العسكرية وتحديدا البرية، لأن هناك حشود وهناك مناطق استهدفت بالأمس لأول مرة، تحديدا منطقة إبل السقي، وسقط شهداء وفي مناطق كثيرة. لذلك نحن سننتظر هذا اليوم المفصلي، ماذا سيقول نتنياهو لهوكشتاين؟ وهوكشتاين أكد هذه العبارة أكثر مرة في لقاءاته، وأنا من سمعتها من أحد الذين التقوا قبل المغادرة بساعات. لذلك لا يمكننا الحديث بأن الاتفاق نجح كما قلت لك وعود على بدء. سننتظر هذا اليوم، أمامنا 48 ساعة مفصلية، وعندها يمكن الحديث إلى أين ستذهب هذه التسوية. طيب، حتى ذلك الوقت سيد وجدي، من خلال متابعتك ومتابعة التصريحات الأخيرة يوم أمس للسيد نعيم قاسم، هل ما زال حزب الله يتمتع بقوة عسكرية كافية تجعله وتمكنه من مواصلة الحرب ضد إسرائيل في حال أفشلت الأخيرة إمكانية التوصل إلى اتفاق؟ بصراحة متناهية، بالأمس قال كلاما يمكن البناء أو الإشارة إلى بعض الدلالات لكلام أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم. أولا، هو أكد بأن الحزب وصل إلى مرحلة الانهيار والتقط أنفاسه ولديه كمية من السلاح، لكن من الطبيعي حزب الله لم يعد كما كان، ضعف في الآونة الأخيرة، وإنما لازال يستهدف العمق الإسرائيلي ويواجه إسرائيل بالبر. لكن الأبرز ما قاله، نحن ندعو إلى التمسك بالطائف وانتخاب رئيس جمهورية. الطائف يحتوي على بند أساسي يقضي، وهذا البند لم يطبق، لو طبق لما وصلنا إلى 1901، أي أن يكون السلاح الداخلي والخارجي في عهدة الدولة السلطة المركزية أي الدولة اللبنانية، ويسلم للجيش اللبناني. حتى الساعة هل سيسلم حزب الله سلاحه للجيش اللبناني؟ قطعا لا. ومن هنا السؤال، هل سيسمح بانتشار الجيش اللبناني في الجنوب؟ أيضا قطعا لا. لذلك هذا الكلام ملتبس ولا يمكن البناء عليه، إنما الحديث عن الطائف
أمر ممتاز، ولكن هل سيطبق الطائف وتحديدا المند المتعلق بالسلاح؟ أنا بالنسبة لسؤالك لا أعتقد أن القدرات القتالية لحزب الله هي اليوم كما كانت. لماذا؟ لأن كل المعابر البرية وكل المعابر الشرعية وغير الشرعية تم قصفها من قبل العدو الإسرائيلي، وهناك مراقبة ومتابعة كي لا يعاد بناء أي معبر. وهناك معلومات أن اتصالات جرت بين القيادة الروسية والسوريين من أجل عدم تهريب السلاح إلى حزب الله أو إمداده بالسلاح من قبل إيران. بمعنى كل المعابر عليها العين الإسرائيلية من الأجواء والاستخباراتية، وبريطانيا تقوم بدور كبير وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الأمور تغيرت وتبدلت عما كانت عليه في السابق. شكرا جزيلا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي وجد العريضي. وساعتنا الإخبارية مستمرة مشاهدين، وفيها أيضا بعد الفاصل قصف مدفعي وغارات إسرائيلية تخلف عشرات القتلى والمصابين في جباليا وبيت لاهية وجنوب قطاع غزة. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسٍ. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. في غزة تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، حيث قتل على الأقل 68 فلسطينيا نتيجة قصف إسرائيلي لمنازل ومربع سكني في محيط مستشفى كمال عدوان بجباليا. وفي جنوب القطاع قتل 6 أشخاص وأصيب العشرات في استهداف إسرائيلي لخيمة تأوي نازحين غربي مدينة خان يونس، كما شنت إسرائيل على مدينة رفح أيضا قصفا هناك. أما في مدينة غزة فقد ارتفع عدد قتلى القصف على حي الشيخ رضوان إلى 22 بينهم 10 أطفال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من زمان عندي يا عم، آه يا رب يا رب، قول لرب يا رب يا رب يا رب أولادي، يا رب يا رب أولاد، لاعتراض حكومتك يا رب يا رب ألم يا رب، لاعتراض حكومتك يا رب. أولاد حبايب نام نام نام، أنا نعم نام 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 يا أولاد نام. أطفالنا بيستشهدوا وإحنا لا حول ولا قوة إلنا، لا عندنا جيش يحمينا إلا عندنا رب العالمين. ونزحنا يمكن هذه خامس مرة أو سادس مرة ننزح فيها، من لا معسكر جباليا، لا مشروع بيت لاهية، إلى الفخورة، بالآخر إحنا يعني في مشروع بيت لاهية
لما احنا اشراد من الموت يعني كنا نزوحنا مش انه عمزاج او غيره نتشرد من هاللهان تمام احنا شردنا في الاخر في مشروع بيت لا يسار القصف والدمار يعني مجازر في البيوت هذه كله مدمر المعسكر مدمر والفخورة مدمرة والمناطق تل الزعتر والعلم والمناطق اللي دمروها كلها مسحوها اشي بالقصف واشي بالبواقر هذول يسمون بواقر بكسر وأوراق خشوا على مشروع بيت لاهي في الاخر لما احنا طلعنا نزحنا يعني بالقوة يدمروا فيها نفسهم يعني الاشي اللي صار مخيف جدا يعني فيش بشر في الدنيا بتتحمل فيش ناس بتتحملوا في العالم هم نفسهم اليهود والله لو بصير فيهم ما بتحملوا فيعني ايش يعني ما ضلش كلام بعدها عشان معها ازمه يا جماعه من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الحدث خضر الزعنون خضر صباح الخير آخر حصيلة لعدد الضحايا والإصابات نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية على مناطق الشمال والجنوب وهل ما زال هناك عالقون تحت أنقاض المباني المدمرة؟ نعم هناك يعني أكثر من 82 فلسطينيا سقطوا ضحايا وعشرات الجرحى والمصابين في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مربع سكني في محيط مستشفى كمال عدوان إلى الشمال من قطاع غزة ومنزلا في مدينة غزة وفقا لمصادر طبية في مستشفى كمال عدوان وأيضا في المستشفى المعمداني 66 ضحية منهم غالبيتهم أطفال ونساء في القصف الإسرائيلي على المربع السكني الذي يضم عدة عائلات وهي عائلة مدهون وعائلة خضر وأبو وادي وشقورة ونصار في محيط مستشفى كمال عدوان إلى الشمال من قطاع غزة هذه العائلات التي تعرضت لعدة صواريخ أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية ودمرت منازلها حيث كان العشرات من الفلسطينيين في هذه المنازل غالبيتهم من الأطفال ومن النساء وفقا لمدير مستشفى كمال عدوان في شمالي القطاع الدكتور حسام أبو صفية قال خبيرنا الطبية في المستشفى قامت بانتشال الجرحى ومعالجتهم لعدد سيارات إسعاف ودفاع مدني وأن 200 مواطن في مكان المجزرة وفقا لأبو صفية يوجد أعداد كبيرة جدا من الشهداء والإصابات والمفقودين لا زالوا تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم أيضا أبو صفية هناك أشار إلى أن المنظومة الصحية منهارة في شمال غزة ولا يستطيع تقديم شيء المناشدات بلا جدوى كيف تعاملت إذن مع هذا العدد الكبير المنظومة الصحية الطبية في غزة منهارة منذ مدة طويلة ونحن نتحدث عن هذا العدد الكبير من الإصابات في آن واحد خضر كيف تعامل من بقي من الطاقم الطبي في المراكز الصحية والنقص الكبير للإمدادات الطبية مع كل هؤلاء المصابين نعم يعني وفقا للدكتور حسام أبو صفية بما يتوفر لديهم من أدوية ومستهلكات مستلزمات طبية هم يتعاملون بالكاد مع هذا العدد الكبير والضخم من الجرحى والمصابين الذين يتوفدون مستشفى كمال عدوان والذي بات هو المستشفى الوحيد في المناطق الشمالية وهو مستشفى مركزي لا يوجد به إلا عدد قليل جدا من الطاقم الطبي وبعض المواطنين يقومون بمساعدة الأطباء في نقل الجرحى وأيضا الضحايا إلى هذا المستشفى لكن هنا هناك في مدينة غزة 22 ضحية بينهم أطفال سقطوا عدد كبير من الجرحى غالبيتهم أيضا أطفال ونساء في قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا مأهولا بالسكان يعود لعائلة العروقي بحي الشيخ رضوان إلى الشمال من مدينة غزة حيث تم نقلهم جميعا إلى مستشفى المعمداني هنا في المدينة أما في وسط القطاع سقط 3 من الضحايا وعدد من الجرحى والمصابين بفعل غارة جوية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات أما في مدينة خان يونس ارتفع عدد الضحايا وعيد استهداف خيمة في منطقة المواطن الغرب من المدينة إلى 7 ضحايا وعدد من الجرحى والمصابين نعم هناك شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات من مدينة غزة مراسل الحدث خضر الزعنون
هذه التطورات الميدانية تزامنت مع استخدام الولايات المتحدة حق النقد ضد مشروع قرار جديد قدمته 10 دول بمجلس الأمن يدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة ومعاقبة منتهكي القرار تحت البند 7. وأكد الممثل الأمريكي أن مشروع القرار تجاهل إدانة حماس ولم يستوفي الشروط، وكان الغرض منه إجبار الولايات المتحدة على استخدام الفيتو. يمكنني عرض البيان الذي أدليت به بالأمس عندما لاحظت أننا أحرزنا تقدما لأننا نجري محادثات مع الأطراف، ويمكننا القول إننا تغلبنا على بعض العقبات التي تعترض طريقنا للتوصل إلى حل، ولكن هناك المزيد الذي يتعين علينا القيام به، ونحن بحاجة إلى اتفاق من الأطراف، لكننا نعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن في غزة. Ultimately, you are not going to fully. في نهاية المطاف لن نتمكن من حل هذه المشكلة بشكل كامل دون إنهاء الحرب وإقامة سلطة حكم وتعيين قيادات أمنية جديدة داخل غزة، لأن المشكلة هي عدم وجود حكومة، ولهذا السبب نواصل العمل على إنشاء سلطة حكم جديدة للتأكد من أنه إذا جاءت العصابات المسلحة لنهب القوافل فإن هناك من يستطيع إيقافها، وهذا هو الحل. حركة حماس وصفت الفيتو الأمريكي بالموقف العدائي الذي يلغي إرادة المجتمع الدولي ويعطي الغطاء لاستمرار حرب الإبادة، فيما دانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة حق النقد في مجلس الأمن للمرة الرابعة، واعتبرت أن الخطوة الأمريكية تشجع إسرائيل على الاستمرار في جرائمها ضد الشعبين الفلسطيني واللبنانية وفي تحديها لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وقد أكد القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أنه لن تكون هناك صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل إلا بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة. وخلال جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة فرض وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة، دار سجال فلسطيني إسرائيلي. ماجد بامية نائب المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة قال بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقد ضد مشروع القرار إنه لا أحد يملك الحق في القتل الجماعي للمدنيين. And you mention a future with no pain, no suffering, but you haven't mentioned one word during your speech, and I've listened very carefully. What about Hamas? You have to include in your speech a future for Gaza is a future with no Hamas. You cannot describe a world or a reality and not mentioning this is the reason why we are sitting in this room today, the brutality of Hamas and the pain that the people of Gaza are suffering because of Hamas. أما المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة فأزعجه عدم إدانة نائب المندوب الفلسطيني لحماس في خطابه. There is no right to mass killing of civilians. There is no right to starve an entire civilian population. There is no right to forcibly displace a people. And there is no right to annexation. This is what Israel is doing in Gaza. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل، وعرض 79 من أصل 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف في حال إقراره بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل، في حين أيد مشروع القانون 18 عضوا، وكانت جميع الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. انسحب الجيش الإسرائيلي من محافظة جنين بعد هجوم استمر 48 ساعة
بل 48 ساعة على المدينة ومخيمها وبلدات عدة. وفي السياق، أعلن محافظ جنين كمال أبو الرب مقتل شابين في بلدة كفردان غربي جنين واحتجاز الجيش الإسرائيلي لجثمانيهما ليرتفع إجمالي قتل العملية إلى 8. وكانت طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي قصفت مركبة في وادي حسن الواقع بين بلدتي كفردان واليامون غربي جنين، في حين خلف سحاب الجيش الإسرائيلي من جنين ومخيمها وبلداتها دمارا هائلا في الشوارع والبنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه. صاير هاي واحد فيهم بينزل نزل هو كلك انت تعال طلع هون هاي مالك هنا بعدني ما عرفت ها تحتيت مباشرة ارجع نفس المكان اللي بقيت فيه ممكن المكان الخالي تعرف ان المكان ساعتنا الإخبارية مستمرة مشاهدينا، وفيها أيضا بعد فصل أخير، ضربات إسرائيلية تستهدف مقار حركة النجباء العراقية في تدمر سوريا وتخلف عشرات القتلى. الآن تتقدم قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته. مية تكفي كل النازحين ما فيش، أكل يكفي كل النازحين ما فيش، الناس بتمشي فوق بعض. أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من مراكز الإيواء في منطقة شرق جباليا. إحنا تعبنا من تنقلنا من مكان لمكان. وين العدل؟ وين الدين؟ وين الضمير؟ بقصف كل المصابين أطفال، نساء، كبار في السن. لا نريد منكم مساعدات، نريد الضغط على الاحتلال بوقف عدوانه وقتل أطفالنا ونسائنا. مش عارفين وين نروح احنا. الآن تحرق هذه المدارس ومراكز الإيواء. ما رضينا نطلع احنا. مش عارفين ايش نعمل، يا علي دخيل الله موقف الحرب يا علي. أوقفوها تعبنا والله تعبنا. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. ارتفعت حصيلة القتلى في الضربة الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية الأربعاء إلى 61 شخصا وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. ومن بين القتلى وفق المرصد 33 سوريا منخرطين مع الميليشيات الإيرانية و22 من جنسيات غير سورية، معظمهم من حركة النجباء العراقية، بالإضافة إلى 4 من حزب الله اللبناني. واستهدفت الضربات مواقع بينها منازل تقطنها عائلات لعناصر موالين لإيران بعد سيطرتهم عليها. Come on!
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن مدينة تدمر التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية تحظى بأهمية استراتيجية بالغة للميليشيات كونها تقع على طريق تهريب الأسلحة نحو لبنان مرورا بالعراق، كما توجد فيها مخازن أسلحة لحزب الله والميليشيات الأخرى التابعة لإيران. تدمر هي لا تختلف أهمية عن القصير، لأن تدمر السلاح الذي يأتي من العراق إلى بوكمال إلى الميادين ومن ثم يسلك هذا الطريق باتجاه تدمر، تدمر يوجد فيها مطارات أو مطارات للطائرات المسيرة، يوجد فيها ميليشيات إيرانية، يوجد فيها إمداد لحزب الله من تلك المنطقة في البادية السورية، مستودعات قد تكون يعني مخزن فيها سلاح بغية نقلها إلى العراق. ولكن استهداف تدمر بهذا التوقيت من قبل إسرائيل هي رسالة واضحة حزب الله لإيران لميليشياتها بأنه أي مكان تتواجد فيه هذه الميليشيات هي هدف لإسرائيل، وليس فقط الأمر الذي يتعلق في القصير التي استهدفت بشكل مكثف والتي هي عند الحدود السورية اللبنانية. اليوم تدمر، غدا لا نعلم أي منطقة تستهدف من قبل الإسرائيليين في حال تواجد الميليشيات الإيرانية فيها. في تصريحات للحدث قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري، قال إن بغداد ترفض أن يجر أي طرف، بل أن يجر أي طرف داخلي أو خارجي البلاد نحو حرب، مشيرا إلى أن البيانات الاستخباراتية تؤكد أن الفصائل تطلق صواريخها ضد إسرائيل من الأراضي السورية. أعتقد أيضا أن ما أكده السيد رئيس الوزراء في اجتماع المجلس الطارئ للأمن الوطني الذي عقد يوم أمس والإجراءات التي اتخذت الحكومة في هذا الاتجاه، بأنها لن تسمح لأي طرف كان داخلي أو خارجي في أن يتخذ من العراق منطلقا لهجمات ضد أي طرف من الأطراف. من يتابع ويدقق في طبيعة هذه البيانات هي لا تقول انطلقنا من العراق، الكثير من المعلومات الاستخبارية الواردة تقول بأنها تنطلق من يعني مناطق خارج الحدود العراقية، ولكن حتى تلك التي ممكن أنها يعني من سوريا. من جانبه أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول أن بغداد مستمرة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية في شن أي هجوم، وأن هناك عزما على ملاحقة كل ما يتعدى على أمن واستقرار المجتمع العراقي ومن يشترك في أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه. إلى ذلك أكد عضو تيار الحكمة العراقي علي الياسري أن الإطار التنسيقي غير راض عن الضربات التي تنفذها بعض الفصائل ضد إسرائيل، داعيا إياها بالضغط لضبط النفس ومنع اندلاع حرب أوسع. موقف الإطار التنسيقي هو موقف داعم لدور الحكومة والدور الذي قررته الحكومة لنفسها، وهي الأدوار الثلاثة، ولا يرغب الإطار التنسيقي بكافة قواه الرئيسية بتوسعة هذه الحرب، وليس راضيا بشكل واضح عن الضربات التي تقام من قبل فصائل معينة وهي ليست جزءا من الإطار التنسيقي. احنا نعتقد انه على الجميع وبمفارقة غريبة حتى الفصائل وغيرها ان تنتبه وتتعلم درسا لعله تطرحه الجمهورية الإسلامية ايضا في قضية ضبط النفس وقضية التعامل بسياسة حافة الهاوية بشكل جيد. من بغداد ينضم لنا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية سرمد البياتي. سي سرمد صباح الخير، أهلا بك معنا. بشكل مقتضب جدا سأبدأ مع حضرتك، أتمنى الإجابة لكي ندخل في النقاش. هل جميع الضربات التي توجهها الميليشيات العراقية الموالية لإيران ضد إسرائيل هي من سوريا أم هناك منها من العراق؟ لا أحد يستطيع أن يجيب عن هذا الموضوع إجابة واضحة، لأنه بصراحة البيانات تصدر باسم المقاومة الإسلامية في العراق. ضربنا أم الرشراش، ضربنا إيلات، ضربنا الجولان المحتل، ضربنا الغور، ضربنا هاي المناطق كلها، لكن لا ما يقولون انطلقت مثلا من الصحراء الغربية في العراق. طيب. أو من سوريا أو من هذا المكان، ما توجد في بياناتهم. نعم. طيب سيد سرمد، رغم الإجراءات الأمنية المشددة عالية المستوى التي اتخذتها بغداد للجم جماح
الميليشيات العراقية الموالية لإيران لكنها مستمرة في استهداف إسرائيل، ما السبب والدليل أمس وأول أمس؟ مستمرة في هم قلناها عدة مرات، هم عقائديين يؤمنون بوحدة الساحات، يؤمنون بأنه المعركة في جبهة واحدة، هم مع حماس، مع حزب الله اللبناني، مع أنصار الله الأوفياء، هم يؤمنون بذلك. لكن الحكومة لها رأي آخر. الحكومة عدة مرات أنا ذكرتها في قناتكم وقلت بأنه السوداني بالذات يريد أن ينأبس بالعراق عن الصراع في هذه المنطقة. العراق لا يريد أن يدخل حربا، الكلام واضح، نقطة رأى السطر. العراق لا يريد أن يدخل حربا. نعم. ما الإجراءات الأمنية التي تنقص حتى الآن من وجهة نظرك وحضرتك خبير في هذا الشأن لكي يتمكن العراق من إيقاف هذه الهجمات بشكل كامل وبتر ذريعة وتحجج إسرائيل في استهداف العراق؟ هي بالمناسبة طيب على ما يبدو إسرائيل. هناك مشكلة سيد سرمد بالمناسبة وانقطع الصوت، يعني أكمل حضرتك من بداية سؤالك، من بداية جوابك. اسمع. نعم أسمعك. تسمعيني؟ نعم. تسمعين؟ يعني أنا أقول لك يعني قد تكون حركة إسرائيل اللي دفعت هذا البيان إلى الأمم المتحدة على المادة 51 والاعتداء ومن هذا الكلام، قد تكون هذا تفسير جديد أنا راح أنطيك إياه، قد يكون محاولة فعلا جر المقاومة الإسلامية من أجل أن تزداد أن يدخل العراق بصورة رسمية الحرب. أنا يوم أمس أفكر في هذا الموضوع وأقول هم منذ فترة طويلة، منذ سنة تستهدفهم المقاومة الإسلامية، لماذا الآن رفعوا هذا رفعوا مثل هذا الكتاب؟ قد يكون أنه شعروا بأنه سيتوقف إطلاق النار مع جنوب لبنان، مع حزب الله اللبناني، فلكي يتحولوا بقواتهم إلى ضرب العراق. طيب. نعم هذا متوقع. طيب. نعم. هل هناك من خطوات من المفترض أن يتخذها العراق مباشرة مع إيران للجم جماح هذه الميليشيات الموالية لها؟ هل يحسب العراق حسابا لإيران أكثر من إسرائيل؟ إيران جوابها واضح سيدتي، إيران قالت لنا بأنه نحن غير مسؤولين عن المقاومة الإسلامية، عن الفصائل الموجودة، تستطيعون أنتم أن توقفوا هذه الضربات، هذه في أرضكم وليس في أرضنا. هذا جواب الإيرانيين بالمناسبة، ولا تصدقيش أي شيء آخر، هذا جوابهم بالعلن. ها انتبهي، هذا جواب بالعلن. طيب. ما في الخفاء ما نعرف ما يجري. طيب. لكن في العلن قالوا لا، احنا ما نرفض بأنه هذا الموضوع شنيع. طيب. في حال خالص. نعم. يقولون كذا سيد سرمد، في حال استمرت هذه الميليشيات باستهدافاتها تجاه إسرائيل، ما الحكومة العراقية بفاعلة أكثر مما فعلته الآن من إجراءات؟ هل بيدها يعني شيء؟ هم حذروا وقالوا بأنه سنلقي القبض على أي جهة ممكن أن تطلق النار من الأراضي العراقية، لكن أرى بأنه من الصعوبة تطبيق هذا الموضوع. يعني أنا أرى من الصعوبة تطبيق هذا الموضوع، هذا رأيي الخاص. نعم. شكرا جزيلا سيد سرمد، من بغداد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية سرمد البياتي. أهلا وسهلا. وثقت الحدث عملية التعداد السكاني في مخيم بحركة للنازحين بمدينة أربيل، حيث التزم السكان النازحون بإجراءات حظر التجوال أملين أن تسهم نتائجه في تحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة. قذفته الظروف إلى مخيم النازحين بأربيل، لكن التعداد السكاني العام في العراق لم يتركه خارج الإحصاء، حيث استقبل أبو عمر فرق المسح بعينين تترقبان العودة إلى الموصل، متهماً السلطات العراقية بالتخلي عنهم. فإحنا نريد يعوضون الناس، ينطوها إذا يريدون أن نطلع، حتى ما المواد اللي كانوا يجيبوها قطعوها ما ينطوها. بالإضافة يعني هاي الصحيات، هاي صار لنا يمكن سنة ما أخذنا لا صابون ولا شامبو ولا هاي، ولو هي كانت كلها أكسباير، بس ما يجيبوها نهائيا، ما يجيبوها. والأمر لله والواحد القهار. تقبع قرابة 150 عائلة في المخيم تحت رحمة مصير غامض،
بينهم عائلة أم زيد ملتزمين بحذافير حظر التجوال حتى إتمام الفرق المختصة لمهمتها في التعداد السكاني العام. والله إحنا عائلة قاعدة بالمخيم جاي ننتظر جماعة التعداد السكاني وعددنا 6 نفرات. التعداد السكاني العراقي يتم بسلاسة في إقليم كردستان دون وقوع أي تحديات تذكر، مع تطلعات واعدة بأن يحمل هذا الإحصاء مردوداً إيجابياً لسكان مخيمات النزوح. من مخيمات بحركة للنازحين في أربيل، أحمد الحمداني، الحدث. بهذا أيضا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها، ويمكنكم أيضا زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net الظاهر أمامكم على الشاشة. أعود وألتقيكم بعد ساعة من الآن ودقائق وتكون معكم الزميلة تهاني جهنية.